فكريه اهدافها الحريه وعدالك اجتماعيه ونزاهه وطنيه ثورتنا المصريه ثورتنا ثورتنا. جيش صنع ثورة فاتحد معه الشعب، وشعب صنع ثورة فاتحد معه الجيش. فقد قامت ثورة 23 يوليو 52 على يد التنظيم الضباط الأحرار داخل الجيش بزعامة جمال عبد الناصر ورفاقه من الضباط، وتحولت من مجرد انقلاب عسكري ضد النظام الملكي الذي حكم مصر طيلة 150 عاما إلى ثورة اجتماعية شاملة عندما أيدها الشعب المصري ووقف بجانبها في سبيل التحرر والنضال ضد الاستعمار وتحقيق الاستقلال الوطني. عندما تولى جمال عبد الناصر السلطة كان عمره 34 عاما، وكان رفيقه خالد محي الدين 27 عاما، ولذلك آمن هذا الثائر الشاب بدور الشباب في التغيير والإصلاح. فيقول جمال عبد الناصر في عيد العلم: أيها الشباب، إن أول عمل أقوم به بعد انتخابي رئيسا للجمهورية العربية المتحدة هو أن أتحدث إليكم أنتم شباب الجمهورية العربية المتحدة، أنتم أمل المستقبل، أنتم الأمل الذي تتجه إليه الأبصار وتتجه إليه الأنظار حتى نستطيع أن نبني ونعمل ونشيد ونسير قدما لنحقق الأهداف التي طالما لدينا بها، الأهداف التي تنحصر في الحرية والسيادة والعزة والكرامة. كان للتركيز على القضايا الاجتماعية والمساواة بين الطبقات ومجانية التعليم أثره في فرض معادلة غير معلنة بين الشعب المصري والنظام الجديد بقيادة جمال عبد الناصر، وهو ما جعل الثورة تتجه نحو توسيع الإصلاحات الاجتماعية وصولا للقضاء على طبقة كبار ملاك الأراضي وتفتيت الملكيات الكبيرة بما عرف بقانون الإصلاح الزراعي. لما كان بيحكم مصر كان مهتم جدا بأن تكون اقتصادياته وسياسته وخطط الدولة المصرية معنية بالشريحة المستهدفة من برامج. الشريحة المستهدفة من خطط جمال عبد الناصر كانت العمال والفلاحين وفقراء الوطن، وكان مثلا يعني نسبة الفقر قبل عبد الناصر 35%، انخفضت 25% بعد التجربة الاشتراكية اللي خدها عبد الناصر. النسبة دي وصلت دلوقتي ل 65% أو 55% حسب التقديرات المتباينة. فكان هدف عبد الناصر من الاقتصاد قبل ما نقول الأرقام إن هو يوسع الطبقة الوسطى، لأن دي عماد أي دولة قوية محترمة ومتقدمة وحديثة. وتوسيع الطبقة الوسطى دي عبر بقى خطط اقتصادية تنموية وتنمية بشرية وبناء الإنسان وهكذا. سلام وأمان، عاش الوعي العربي كله ثورة في كل مكان، ثورة مارد للحرية.
دون أدب القومية. صوت المال للحرية أبتنا ردينا لك يا جمال وإيدينا في إيديك يا جمال وطلعنا معاك يا جمال نبني وياك يا جمال. ردينا لك يا جمال وإيدينا في إيديك يا جمال وطلعنا معاك يا جمال نبني وياك يا جمال. حيوا معايا قولوا معايا عاش عبد الناصر. عبد الناصر زعيم الأمة العربية واخد بال حضرتك. وانا لمست عبد الناصر لأول حاجه الاصلاح الزراعي والقضاء على الاقطاع، ثاني حاجه مدنيه التعليم اللي اصبح حاليا الناس دلوقتي اغلبها اللي هم بتعود عبد الناصر اساسا بينكروا اللي عمله عبد الناصر. عبد الناصر عمل حاجات كثيره للشعب كله وللامه العربيه كلها. وأنا طلعت برا وشفت الناس في دول الخليج الناس الكبيرة في السن بتقول لي إنه عبد الناصر ده أيام عبد الناصر كان الفرد المصري ليه احترامه ليه قيمته برا لا تعد ولا تحصى. كان لتحالف الثورة مع طبقة العمال والفلاحين أصره في استمرار شعبية جمال عبد الناصر باعتباره كان زعيما يتمتع بكاريزما جماهيرية ونزاهة على المستوى الشخصي وطهارة يد. فلم يعرف عبد الناصر استغلال نفوذ أو تربح أو بحثاً عن حياة الرفاهية، فقد عاش بسيطاً في بيته بمنشية البكري رافضاً العيش في أي من قصور الحكم. ولم تشارك زوجته تحية عبد الناصر في الحياة العامة ولم يكن لها دور سياسي. الحمد لله الذي حقق أمل شعب سوريا وشعب مصر ووحد بين قلوبهم ووحد بين دولتهم. الحمد لله فبعونه وبعونه قامت اليوم الجمهورية العربية المتحدة. وفي المقابل قلص نظام 23 يوليو من مساحة الحرية العامة وحقوق الإنسان المصري، وتضخمت الأجهزة الأمنية ومارست تصرفات غير مسؤولة تجاه أبناء شعبها، مما كان له أثره على المستوى الداخلي. إن حرب 5 يونيو 1967 أوقفت المد الثوري لثورة يوليو، وخرج المثقفون والطلاب ليطالبوا بالديمقراطية وضرورة إجراء إصلاحات سياسية، ومطالبة جمال عبد الناصر بإعمال مبدأ الكفاءة للولاء في اختيار القيادات داخل الجيش ومؤسسات الدولة. ورغم ما قام به عبد الناصر من بعض المحاكمات المتسببين في الهزيمة وإقصائهم عن الجيش ومؤسسات الدولة وإقرار ما سمي بميثاق العمل الوطني، إلا أن سياسات الدولة الشمولية لم تتغير، واستمر نهج الحزب والتنظيم الواحد في البلاد. حسني مبارك قام عبر 30 عاما من حكمه بترسيخ النظام السلطوي ضخم معين، ومنح الصلاحيات لأجهزة أمنية قمعية قهرت الجميع واختصمت كافة القوى السياسية وأيضا الأفراد من مختلف طياراتهم السياسية. وتحول الحزب الوطني إلى المهيمن الواحد على الحياة السياسية في خلال 10 سنوات الأخيرة، ثم المحتكر الوحيد للسلطة والثروة والإعلام، وأصبح الولاء على حساب الكفاءة والاستحقاق لتلك الطبقة هو المعيار الوحيد للتعيين في المناصب الحكومية والجهاز الإداري للدولة والمؤسسات، وهو المعيار الحاكم حتى وصل الفساد إلى الذروة. إن ثورة 25 يناير تعتبر ثورة شاملة بكل المعايير، هدفها لا يقتصر على إسقاط النظام أو تحقيق بعض المطالب، وإنما تحقيق نظام ديمقراطي جديد، وهو ما فشلت فيه الثورة التي سبقتها في يوليو 52.